السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى الفيديو نتاع اليوم يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم غادي نحضروا بسطيلة كتجي رائعة في المذاق لي زبينار. غندوزو للمقادير. كنحتاجو في المقادير ديالنا شعرية صينية مرطبة قبل في ماء بارد، عاد زدنا عليها الماء سخون، واحد جوج قبيطات نتاع لي زيبيناغ مغسولين ومنشفين ومقطعين، القشاوش نتاع الدجاج، الكبده والكانصه والقلب حتى هما مشرملين بالعطريه ديالهم، تحميره، بزار، شويه سكنجبير، خرقوم والربيع وشويه ثومه. صدر نتاع الدجاج فيه واحد المعلقه نتاع الموطارد ومعلقه نتاع ياغورت طبيعي والعطريه، زيتون مقطع وشويه الحامض المصير وشويه الهريسه. بالنسبه للهريسه اختياريه، غادي نديرو في مقله شويه الزيت حتى تكون سخونه، تنزيدو عليها لي زيبيناغ. بالنسبه لي زيبيناغ راه فوائدها راه كثيره وكبيره، راه مالحه، هي مالحه. بالنسبه للمقله الثانيه غادي نزيدو فيها القشاوش نتاع الدجاج، الكبده، نقدروا نديروهم، نقدروا نعوضوهم بالكفته، ولكن هذه الوصفه كتجي زوينه. وبالنسبه للكبده والعطريه راه معطره مزيان وخليتها واحد الساعه تقريبا، عاد درت الوصفه. غادي ندوز التحراك نتاع لي زيبينا، غنبقى نحركها حتى تتنزل. زدت عليها واحد شويه نتاع الملحه، ما نزيدوش بزاف. عندنا الحامض المصير والزيتون مالح، نزيد واحد المعلقه نتاع الهريسه. بالنسبه للهريسه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش على حساب. وغنزيدو واحد شويه ديال الحامض المصير، بالنسبه للبقله الثانيه تنديروا فيها صدر نتاع الدجاج، فيه واحد المعلقه نتاع الموطارد ومعلقه نتاع ياغورت طبيعي، واحد شويه نتاع الربيع، ملحه وبزار وشويه نتاع الخرقوم. تنستمروا في التحريك حتى تيطيب الجميع، ونبقاو نحركوا لي زيبيناغ حتى تتشرب الماء ديالها وتطيب الكبده ديالنا والقشوش نتاع الدجاج، وندوزو للدريساج نتاع البسطيلة ديالنا. بعد ما طابت الحشوه ديالنا، هنا القشاوش نتاع الدجاج وغالبه فيهم الكبده،
لي زيبينار ما يكونش باقي فيهم الماء، والشعرية الصينية، وصدر نتاع الدجاج، وزيتون مقطع. نقدروا نزيدو حتى الكورنيشون تيجي زوين. غادي نزيدو واحد المعلقة نتاع زيت العود او زيت البلدية، ونخلط الجميع. بعد ما الحشوه ديالنا بارده تماما، تنديروا واحد الطبيسيل فيه شويه زيت العود وشويه زيت المائده، وتنسرحوا الورقه نتاع البسطيله. انا درتها في الطبيسيل حتى يجيني الاخر، عاد نديرها في المقله نتاع الفران. غادي نسرحها مزيان تكون مستويه مزيان، ونبقى ندهن الورقه ديالي بزيت العود وزيت المائده. بعد ما كملتها درتها في لاطن تاع الفران، ودخلتها على الفران يكون منقوس بزاف، والمقله من الاحسن المقله اللي غادي تدخل الفران او الطاوله اللي غادي تدخل الفران تكون ثقيله باش تاخذ ديالها الطياب ديالها الوقت الكافي. وبالنسبه لي شوت او اللي بقاو في الورقه نتاع البسطيله، ولا تكون شي ورقه مقطعه ولا شي، انا قطعتها على هذا الشكل، وغادي ندخلها الفران حتى تتسيب شويه. نص غادي نديرو فوق حتى تطيب البسطيله، تندهن لها شويه البيض ونرميها فوق منها باش تقبض. والنص الاخر غادي نديرو في شويه الفران حتى تتنشف وندريسي به. بعد ما تطيب البسطيله ديالنا كتجي على هذا الشكل، غزاله ومذاق رائع. بالنسبه انا ذوقتها بشويه الكيتشوب والبيض نتاع السمان وشويه الحامض. وبالنسبه لي شوت اللي بقاو دكدكتهم شويه ودريسيت بها الجناب. نتمنى الفيديو نتاع اليوم يعجبكم، والاقتراح نتاع العشاء او غدا بالنسبه لشخصين يعجبكم، وشكرا على المشاهده.